السلام عليكم خوتي، ان شاء الله ربي يجازيكم كما وقفتوا معنا، وهذه 40 مليون راه يطلب لها في ربي. وانا دخلت عند حازم دروك وكانت واحد الامانه من عند الجنرال، امانه قال لي هذه مصطفى غادي نخليها لك، امانه هذه نقولها لوالديه لولاده وقولها للداره. اليوم هذه في طريق الجزائر، قال لك حازم مات يضحك، مات يضحك. الحمد لله يا ربي، دروك دخلت عنده مازال باقي التبسيمه في وجهه، وهكا مازال هكا شتها. انا دروك انا كنت عنده في لامور مازال التبسيمه، ومازال هذا الانسان هذا شوف تبارك الله الناس اللي جات وكوش راه من اهل الجنه ان شاء الله، الله يدخل على جوارينا بالرحمه ان شاء الله، وان شاء الله الله يشد لنا في الحيين، والله الله يرحم اللي ماتوا، الله يدخل على جوارينا بالرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله يا ربي والوالدين، الله يطول عمركم. قاموا به قاموا به قاموا به بصراحه. انا دروك شت بعيني انا والله العظيم اخوتي، وحق هذا النهار تاع اليوم قاموا به، ما صابوش وين يحطونا وما صابوش، يعني نقول لك والله العظيم لا قاموا به تاع بصح، شاو على الاجل الاجل، هذه سنه الحياه كما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات. هذوك نبكوا ما نبكوش على اللي راه اللي مات، نبكوا على اللي راه قاعد مازال راه يهضر ومازال راه يشوف، هذا اللي لقنا نبكوا عليه. دونك هو غادي يلاقي ربي سبحانه يا الله يرحمه، هذه ندعو له ربي ان شاء الله، ندعو له ربي، ندعو له ربي الله يرحمه ويوسع عليه، هو راه من اهل الجنه هذه.